معكم حسناء مندوح من إدارة فريق فرسان التحدي. أعزائي الكرام متابعين فريق فرسان التحدي في كل مكان، مع حوار مع أحد محاضرين فريق فرسان التحدي في رمضان 2021، يسعدنا يشرفنا حضور الأستاذة دعاء ناجح. أهلا وسهلا بك أستاذة دعاء، يا ريت تتفضلي تعرفينا بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا حسناء، إزيك عاملة إيه؟ يا رب تكوني بخير. حابة أعرفكم بنفسي، أنا اسمي دعاء ناجح، محافظة أسيوط، طالبة جامعية في جامعة الأزهر الفرقة الثالثة، قسم التفسير وعلوم القرآن. أستاذة دعاء، إيه رد فعلك لما تعرض عليكي إنك تقدمي فقرة في فريق فرسان التحدي؟ كانت فكرة جميلة جدا لما عرضتها عليا دعاء، رحبت بالموضوع وعجبني، وكان شيء يعني جميل بالنسبة لي وشرف لي إن أنا أتقدم بعمل ولو بسيط في فريق فرسان التحدي. طب ليه اخترتي بالذات هل تعلم؟ انا مخترتش هل تعلم، ده هي الفكره عرضتها عليا دعاء، قالت لي يعني احنا عايزينك تقدمي فقره هل تعلم في رمضان. يعني كان الكلام ده فتره طويله، يمكن كان من شهر واحد، وكانت قايله لي على الموضوع ده. ف يعني ابتدينا بقى نجمع انا وكان حد تاني من اداره فرسان التحدي، كنا مع بعض في الاداره، تولى الموضوع ده حد من الاداره جمع لي المعلومات، وانا بعد كده ابتديت ان انا اسجل فيها، ويعني صراحه برضو ضفت معلومات من عندي، فكانت حاجه كويسه والحمد لله. يعني قدرت ان انا اخرج شغله حتى ولو بسيط في فرسان التحدي. انت قلتي ان كنتي بتجمعي معلومات وتضيفي عليها كمان معلومات من عندك، طب ايه اللي حسيتيه وانت بتجمعي المعلومات وتضيفيها؟ ايه اللي حسيتيه؟ ايه شعورك اللي انت حسيتيه؟ الشعور جميل يا حسناء ان انت تقدمي للناس معلومات حتى لو كانت بسيطة، ان هي تكون مفيدة، وجايز يعني لو انا علمها غيري ما يعلمهاش، فليه انا ما فتش غيري حتى لو بمعلومة بسيطة. وصراحة يعني انا كنت بجمع في حاجات انا نفسي ما كنتش اعرفها، فكانت افادة ليا، فكمان فدت بيها غيري، فدي كانت حاجة حلوة بالنسبة لي. ايه شعورك وانت بتقدمي هل تعلم ويعني بتقدمي معلومات للناس؟ ايه كان شعورك؟ شعور جميل يا حسناء، وخاصة في الفترة اللي كنت بقدم فيها الفقرة، وكان يعني بتنال اعجاب كثير من الناس، كان بيقول ان الفقرة جميلة، وحتى لما كنت منشورها على صفحتي الخاصة كانت بتعجب اصدقائي، فكان دي حاجة بتبسطني جدا. يلا نعيد والضحك الحلو نعلي. ايه كان رد فعل الناس بالنسبة لك؟ زي ما قلت لك كانت بتعجبهم الفقرة لما كانت بتتقدم، وكنت بسمع بيها كلام جميل من الناس وحتى اصدقائي. لو تعرض عليكي انك تقدمي عمل تاني في فريق فرسان التحدي، هل هتوافقي ولا هتكتفي بالتجربة ديت؟ اكيد يا حسناء لو تعرض عليا مرة تانية هوافق، لان دي حاجة انا حبيتها وحاجة جميلة، انا شرف ليا ان انا اقدم حاجة في فرسان التحدي. يلا نعيد والضحك الحلو نعليها، يلا نعيد. يلا كلمة أخيرة تحب تقوليها تفضلي. بقول إدارة فريق فرسان التحدي وأعضائها وجميع الأمة الإسلامية، كل سنة وأنتم طيبين بحلول عيد الفطر المبارك، أعضاه الله علينا وعليكم باليمن والبركة. حابة أقول إن فريق فرسان التحدي فريق متميز جدا جدا، وأعماله رائعة وجيدة، فهي فعلا مفيدة للعام والخاص، مفيدة للمكفوفين بصفة خاصة وللناس بصفة عامة، فالكل بيستفيد منها. وكده يكون انتهى لقائنا مع الأستاذة دعاء ناجح، نشكرها جدا على حضورها الكريم معنا. كانت معاكم حسناء مندوح من قناة فريق فرسان التحدي. احفظها من الحاسد ربي، هلم الحلوة على قلبي، احفظها من الحاسد ربي، هي دمعة روحي وتخبي ضحكة أعيادنا ولياليها. يلا نعيد يلا نعيد.